والله بصير بما تعملون. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد تاني على قناتكم قناة سكاي تويتس. القارئ اللي معانا النهاردة من البارزين من لجنة التحكيم، وممكن تقول ان هو ابرز واحد في المسابقة كلها، مشهور جدا بالاسلوب المصري في التلاوة. والمقطع اللي معانا النهاردة ده اللي قلب السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا. مقام بياتي صريح أحدث ضجة عالمية، تلاوة تاريخية من سورة الحجرات وسورة قاف، وانتقل من سورة الحجرات إلى سورة قاف بنغم مصري أصيل على مقام البياتي، وبطريقة نغمية صعبة وفزة. من شدة تأثره بالتلاوة المصرية بقى صعب إن أنت تقول عليه إنه قارئ مش مصري. تلاوته المستمرة جعلت مستواه يتطور بشكل رهيب، حتى أصبح من أبرز القراء في الساحة القرآنية على مستوى العالم. حقا حقا إنه صاحب خشوع متدفق لا ينقطع. وفي بعض التعليقات على التلاوة اللي معانا النهاردة إن دي أول تلاوة بعد البرنامج مباشرة، فيلا نشوف التلاوة عاملة إزاي. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم والله يعلم والله يعلم ما في السماء. والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله عليكم أن جزاكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماء والله بصير بما تعملون. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع
قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا وزيناها